لتعد طعاماً ستحمله إلى عائلتها في أول زيارة. عليها أن تعد قصعة كسكس كبيرة الحجم. لإعداد هذه الوجبة أيضاً طقوس أهمها أنه لا يجوز للقريبات الشروع في الإعداد دون مباركة العروس. إعداد العروس لأول وجبة ببيت زوجها أيضاً اختبار لقدراتها ومهاراتها، لكن بنات جنسها يشفقن عليها ويسهلن عليها اجتياز هذا الامتحان الصعب. تقتضي العادة أيضاً أن يتم إعداد صنف خاص من الكسكس لهذه المناسبة. إنه الكسكس الحلو القليل المرق والمعد باللحم والبصل والمحلى بالعسل وزبيب العنب والمزين بالبيض واللوز والجوز والثمر. يحمل قصعة الكسكس أحد الوزراء ويستدعى الأقارب للمناسبة. بعد وصول الموكب تخرج أسرة العروس لاستقباله. على العريس تقديم هدية نقدية لحماته للتعبير عن امتنانه ورضاه عن هذا الزواج. يفترق الجمع بعد تناول الوجبة. غداء العروس آخر طقس يحضره الرجال، أما النساء فتضربن موعدا للالتقاء في اليوم السابع يوم الحزام. ارتبطت طقوس الاحتفال باليوم السابع أي بعد مرور أسبوع على ليلة زفاف بالتعبير عن الرغبة في الإنجاب لضمان الاستمرارية والتجدد. طقوس الحزام تقام للوقاية من العقم ولطلب الخلفة. تستحضر خلالها رموز الخصم: الماء، أوراق الحناء، فضلات الأغنام، وأغصان الزيتون والرمان. توصل رجلها بهذه الخلطة الغريبة ويقدم لها الماء. عليها أن تقلب الآنية. يتقدم أحد الوزراء لإحاطة خصرها بغصني الرمان والزيتون. تسرع هاربة لاتقاء ضرب الوصيفة والوزير. تعود لإتمام باقي مراحل الطقس. توزع وصيفتها الكحل والسواك على الحاضرات والفواكه الجافة. بعد ذلك تقدم إلى الحاضرات كسرات خبز رمست في الزيت والعسل. أنتج الإنسان منذ وجوده أساطير ليواجه مخاوفه من قوى الطبيعة، وأسس طقوساً للاحتفال ليواجه خوفه من المرور من حياة إلى أخرى.